الانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر ليس مناسبة خاصة بفئة من فئات المجتمع دون غيرها، بل هي تعني كل الجزائريين، وضرورة أن نتواصى بالخير تجاه هذه المناسبة من خلال تشجيع المواطنين والمواطنات الشباب بالخصوص على التوجه لهذه الإدلاء بصوتي في هذا الانتخاب. أعتقد أنه هو واجب الوقت. نحن في المجلس على الشباب تلقينا تجاوبا كبيرا مع الحملة التي أطلقناها هي شباب، وهذا كذلك أعطانا مؤشرا ثانيا. لكن المؤشر الحقيقي الذي يجب أن يحرص عليه الشباب والذي يجب أن يتفطن إليه هو ضرورة الالتفات لرفع مستوى المشاركة من خلال تعبئة المساهمة في تعبئة المجتمع لينتخب بقوة. هدف من هذه الندوات هو تحسيس وتوعية كل المواطنين والناخبين خصوصا بأهمية هذا الموعد الانتخابي المقبل. من خلال هذه الحملة نعمل على أن تكون الكشافة الإسلامية الجزائرية مساهما فاعلا في تحسيس الشعب وكل يعني المواطنين. شاركت اليوم في الندوة التحسيسية ونطلب من كل شاب جزائر ومن كل شباب وأبناء الجزائر بالمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية والحفاظ على هذه الأمانة التي تركت من الشهداء الأبرار.